كارد 2048. يا احمد اتكلم عن اللعبة واعمل لنا ريفيو سريع عنها، لان اللعبة ببساطة بتجمع منها مبالغ سهلة مقابل ان انت تلعب اللعبة وان انت تتفرج على شوية اعلانات. دلوقتي هندخل نبص على اللعبة ونعمل لها ريفيو سريع كده، ازاي بتلعب وتجمع والقصة دي كلها، وفي الاخر خالص هل اللعبة بتسحب ولا لا، اللعبة حقيقي ولا فيك، ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. ولكن مهم جدا قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو، اول حاجة ندعي لاخواتنا واهلنا في فلسطين ان ربنا يا رب ينصرهم، قولوا امين يا جدعان. تاني حاجة نصلي عليهم في الكومنتات، ولو انت مش مشترك معايا اشترك وفعل جرس امبارك الفيديو دوت. دلوقتي تعالى نروح نشوف كارد 2048 بتتلعب او بتجمع فلوس ولا ايه الدنيا. يلا بينا. زي ما هو قدامك كده، اللعبة ببساطة بتحط الكروت او بتجمع الكروت على بعضها، وبمجرد ان انت تجمع رقم جديد بيبدأ ان هو يديك فلوس وبتضاف في رصيدك فوق. زي ما هو قدامك كل اللي انت بتعمله بتحط الاربعة على الاربعة يديك يديك فلوس دولارات على طول بتعد بسرعة. طبعا انا مديني 200 دولار، معرفش انا عملت ايه، ولكن خدت 200 دولار دلوقتي، اصبح معايا رصيدي 222. طبعا انا مكمل في ان انت تلعب عادي بتجمع فلوس. السحب عندك بقى بيبال وعندك كاش اب، معرفش ايه كاش اب دوت، ولكن اقل حاجه للسحب هي 1000 دولار، بعد كده 1500، واخر حاجه 2000 دولار. بس عشان تسحب المفروض ال 1500 لازم يكون معاك 2000، وعشان تسحب ال 2000 دولار لازم يكون معاك 5000 دولار. اما ال 1000 دولار بمجرد ان انت تجمع المفروض ان انت تسحب. الكلام ده حلو وجميل جدا ومريح للاعصاب وللبدن ولكل حاجه. ولكن السؤال اللي بيتسال ودايما اجابته بتكون صعبه بالنسبه لي وبالنسبه لك اكيد، الابلكيشن بيسحب يا احمد ولا لا؟ للاسف الشديد يا صاحبي الابلكيشن دوت نصب زيه زي غيره، انت مستني غير. الناس بقى اللي بتيجي تقول لي يا احمد انت مفيش جديد، يا احمد انت، يا جدعان لو في ابلكيشن بيدي فلوس مليون المية اول واحد هيتكلم عليه. في برامج بتتعرض عليا وحاجات بتتعرض عليا، ولكن مش احسن حاجة، يعني يا تبقى شمال يا تبقى رهان يا بتبقى رسم في الاخر. فانت شوف، يعني انا عايزنا انزل لك برامج تحط فيها فلوس وترجع تسحبها تاني، ولكن ممكن تنصف في اي لحظه، مفيش مشكله، كل الناس بتعمل كده على يوتيوب. لو عايزني اعمل كده زيهم قول لي في الكومنتات يا صاحبي، مش هعمل كده برضو. كارد 2048 او كارد 2048 هي عباره عن اشتغاله نصب اللعبه فيك يا اصدقائي. لو انت من مصر من بره مصر بتدور على اللعبه فاللعبه نصب. لو انت عندك بقى برنامج تطبيق موقع اي حاجه شايفها كويسه ممكن نتكلم عليها هنا، شايفها نصب وخايف منها سيب لي في الكومنتات. اي حد بيكتب كومنت احنا بندور على الكومنت بتاعه، بنشوف هل الابلكيشن او البرنامج دوت حقيقي ولا البرنامج دوت نصب، وبنطلع في فيديو زي كده وبنقول هل هو حقيقي ولا نصب. فلو انت عندك حاجه سيبها لنا في الكومنتات. بس كده خلصت الفيديو، ولكن لو اتفرج لحد دلوقتي اشترك معايا في القناه، لان احنا عايزين نزيد شويه عن كده يا جدعان. في نسبه 80% من اللي بيشوفوني مش مشتركين معايا في القناه. مش هتكلم. سلام.